استاذ عمان الدوري في هذه الدوره الدوريه الرباعيه، منتخبات الاردن والسعوديه والعراق والكويت، والتي تاتي تحضيرا للمشاركه في المرحله التاليه من تصفيات مونديال البرازيل يومي 23 و 28 من تموز يوليو الحالي، حيث يلعب منتخبنا مع نظيره النيبالي، بينما يلعب منتخب السعوديه مع هونغ كونغ، ويلعب منتخب الكويت مع الفلبين، ويلعب منتخب العراق مع اليمن في الجوله الاسيويه الموندياليه القادمه. بدران الشجران والذي يودع الملاعب الاردني نجم منتخبنا الوطني السابق ونجم نادي الرمثا، والذي يودع الملاعب الخضراء بعد عطاء كبير، هذا اللاعب الخلوق، هذا اللاعب الهداف، هذا النجم الذي ترك بصمات كثيره وبصمات واضحه على الملاعب الاردنيه سواء في كره نادي الرمثا او مع المنتخب الوطني لكره القدم. ونستذكر جميعا 99 بعد 900 و1000 في دوره الحسين بدران الشجران، وايضا نتذكر بدران الشجران جيدا ايضا بعد التصفيات اوليه الاسيويه في الصين 2004. اذا مراسم انطلاقه هذه المباراه. السلام الملكي الأردني. إذن نجدد التحية والترحيب بمنتخب المملكة العربية السعودية، مرة ثانية مشاهدي الكرام أهلا بكم من هنا من استاد عمان الدولي، ومراسم انطلاقة هذه المباراة مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي الشقيق والعزيز. وذكرنا بأن هذه المواجهة بين الطرفين تحمل الرقم 10 خلال 54 عاما، أي منذ انطلاقة المنافسات الرسمية الودية بينهما في 20 كانون الثاني يناير من العام 57 و900 و1000، وحتى 13 في كانون الثاني يناير من العام 2011. وخلال المواجهات التسع الماضية فاز المنتخب السعودي في 5 مباريات مقابل 4 انتصارات لمنتخبنا الوطني، والذي سجل 7 أهداف مقابل 12 هدفا في مرمى منتخبنا الوطني من الأخضر السعودي، ولم ينتهي أي لقاء بين الطرفين إلى التعادل منذ 54 عاما. وحمل أول وآخر لقاء بين المنتخبين طبعا فوزا أردنيا بالنتيجة بهدف دون مقابل، وقد سجل آخر أهداف المنتخب الوطني بهاء عبد الرحمن، نتذكر جميعا ذلك الهدف في دوحة قطر قبل شهور قليلة. إذا بسم الله وعلى بركة الله ستنطلق المباراة، وسيشارك بدران الشجران لاعب المنتخب الوطني ونادي الرمثا سابقا في أول 5 دقائق من المباراة، وأول 5 دقائق من المباراة غير محسوبة، ليودع بعد ذلك بدران الملاعب الأردنية في هذا اللقاء الكبير، في هذا اللقاء الكبير بين المنتخبين الكبيرين العربيين الشقيقين العزيزين الجارين، المنتخب السعودي ومنتخب النشامى منتخبنا الوطني الأردني. يدير هذا اللقاء طاقم التحكيم الدولي المكون، هذا الطاقم مكون من علي محمود من الكويت، رضوان عثمان من سوريا، احمد المالود من سوريا، وكذلك فلاح عبد من العراق. بينما يمثل منتخبنا الوطني صاحب الارض والجمهور في هذه المباراه عامر شفيع في حراسه المرمى امامه مباشره بشار بن ياسين وعلس بن ياسين، وعلى الجانب الايسر باسل فتحي والايمن سليمان السلمان، امام المدافعين شادي ابو هشهش، ومن ثم بهاء عبد الرحمن في منطقه الوسط الى جانب حسن عبد الفتاح، ويلعب في وسط الملعب الايسر عامر ذيب، وعلى الجانب الايمن عدي الصيفي، ويهاجم
بشكل صريح للمنتخب الوطني، المنتخب الوطني منتخب النشامة أحمد هايل، بينما يمثل الأخضر السعودي هذا المنتخب الذي يعتبر ويعد سفير عرب آسيا في مونديالات كأس العالم، كيف لا وقد بلغ النهائيات عام 94 وعام 98 وعام 2002 وعام 2006 في ألمانيا، ولكن كان الغائب عن المونديال الماضي في جنوب أفريقيا. وكيف لا طبعا والمنتخب السعودي هو من حمل كأس آسيا عدة مرات، وكيف لا وكما ذكرنا هو سفير عرب آسيا في مونديالات كأس العالم. إذا حسن العتيبي في حراسة مرمى الأخضر السعودي وهو لاعب نادي الهلال، أسامة هوساوي أيضا للهلال في منطقة خط الظهر، أسامة المولد أيضا في منطقة خط الظهر على الجانب الأيسر عبد الله الزوري، وعلى الجانب الأيمن عبد الله شهيل، وفي الأمام أحمد عطف ومعتز الموسى، وعلى الجانب الأيسر من وسط الميدان نواف العابد إلى جانب محمد نور وكذلك ياسين الجاسم، ويهاجم بشكل صريح وواضح للمنتخب السعودي ناصر الشمراني. الدكة الاحتياطية للمنتخب الوطني مكونة من محمد منير وكذلك سعيد مرجان، أنس حجي، لؤي العماير، محمد مصطفى، فراس صالح، معتز ياسين، عبد اللطيف، محمد الدميري، ياسين البخيت، حمزة الدردور، وخليل بني عطية. بينما دكة الأخضر السعودي تتكون من وليد عبد الله حارس المرمى، إبراهيم غالب، سعود حمد، وسلطان النمري، وليد عبد ربه، حسن معاذ، مشعل السعيد، خالد عسيري، وكذلك راشد رهيب، وعبد الله الخبيري، وحمد المنتشري. يقود الأخضر السعودي البرازيلي روتشير، ويقود منتخب النشامة العراقي عدنان حمد إلى جانب ياسين عمال والمساعد الوطني أحمد عبد القادر، وإدارة الفريق هو أسامة طلال، بينما إدارة فريق المنتخب السعودي هو خالد المعجل. إذن مباراة ستنطلق بعد لحظات، هذه المباراة وأول خمس دقائق من المباراة كما ذكرنا خارج الحسبة، خارج العملية التنافسية في هذه المباراة، خارج إطار نتيجة هذه المباراة. بدران الشقران سيودع الكرة الأردنية والملاعب الخضراء في هذه الخمس دقائق، بعد لحظات ستنطلق ومن ثم تبدأ المباراة من جديد بين المنتخبين، بين النسور الخضر وبين منتخب النشامة، اللقاء العاشر بين الطرفين. المنتخبين حتى الآن لا يريدان أن يفعل شيء في أول خمس دقائق، إذا نهاية رحلة بدران الشقران مع الكرة، مع المستديرة، مع معشوقة الجماهير، مع لعبة الملايين، ويودع بدران الشقران الملاعب الخضراء في هذه اللحظات وينهي مسيرته كلاعب طبعا لمسيرة امتدت أكثر من 20 عاما. إذا بدران الشقران والسلام على لاعبي المنتخبين، المنتخب السعودي والمنتخب الأردني، بالتأكيد ذكريات طيبة في هذه المباراة لهذا اللاعب، لهذا النجم الخلوق. إذا لحظات الوداع بالتأكيد تكون صعبة على جميع اللاعبين والأشقاء السعوديون يشاركون بدران الشقران في رحلة الاعتزال وفي مهرجان الاعتزال وفي ليلة الاعتزال وفي أمسية الاعتزال هنا في هذا اللقاء الكبير بين المنتخبين العربيين الشقيقين، منتخبنا الوطني وكذلك المنتخب السعودي الملقب بالأخضر ومنتخبنا الملقب بمنتخب النشامة. حتى طبعا الأجهزة الإدارية والفنية تقترب إلى اللاين لخلق التماس احتراما لهذا اللاعب وكذلك وداعا لهذا اللاعب، اللاعب الكبير الذي أعطى وأدى، ودائما نقول الوفاء لمن أعطى وأوفى والبلاء لمن نكث وأخفى. إذن إذن شارة الكابتن يتسلمها بالتأكيد بشار بن ياسين الأقدم بين لاعبي منتخبنا الوطني، وهذا بدران الشقران الذي صحبة لجنه يودع الملاعب الخضراء. إذن إلى اللقاء نقول بدران، ونستأنف المباراة من جديد بصفرة الحكم علي محمود الحكم الكويتي قائد هذه المباراة، مصافحة الجهاز الفني والإداري للمنتخب السعودي وكذلك الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني بقيادة العراقي عدنان حمد الذي اختير عام 2004 كأفضل مدرب في القارة الآسيوية وكذلك من أفضل 10 مدربين على مستوى العالم بعد أن قاد المنتخب العراقي الأولمبي إلى المربع الذهبي في أولمبياد أثينا عام 2004. إذن أسامة طلال لاعب إلى جانب بدران الشقران، أيضا عدنان حمد قائد الكرة الأردنية، ياسين عمال وكذلك أحمد عبد القادر المدرب الوطني. إذن جاهزية الأستاذ عمان الدولي، جاهزية المدينة الرياضية، هذه المدينة العريقة، هذه المدينة الكبيرة، هذه المدينة الضاربة جذورها في تاريخ الأردن الحديث،
استاد عمان الدولي بحلته الجديدة بثوبه الجديد بمدرجاته الجديدة ومجلس الحسين بشكل عام بثوبها الجديد وبحلتها الجديدة بكافة مرافقها وملاعبها وصالاتها ومكتباتها ومراكزها الإعلامية وغير الإعلامية ومسابحها. إذن ممثلة بمديرها فارس الناصر أبو رعد الذي أظهر هذه المدينة الرياضية بصورة جديدة وبحلة جديدة والتي ستكون حاضرة بالتأكيد في استقبال مباريات المنافسات الرياضية بشكل عام ومباريات المنتخبات الوطنية والأندية الأردنية على الصعيد الخارجي بشكل خاص هنا على هذا الاستاد استاد عمان الدولي وانطلاقة المباراة والدقيقة الأولى من مباراة الأردن كما يقول الحكم. ماذا يقول الحكم؟ الإشارة حتى الآن غير واضحة ومصافحة سمو الأمير علي بن الحسين من قبل النجم الكبير بدران الشكران وكذلك أيضا باقات للورود وكذلك اللفقة الأردنية الشماغ الأردني المرقط والمنقط بالأحمر الذي نعتز به دائما. إذن وتوقيع نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على هذه الكرة كرة الاعتزال لبدران الشكران. التحية للجميع دائما نقول ونقول دائما الوفا لمن أعطى وأوفى. إذن الكل يعطي بإذن الله في هذا الوطن الكبير في هذا الوطن الحبيب وإهداء طبعة القميص الخاص ببدران الشكران أو توقيع سمو الأمير علي على القميص الخاص ببدران الشكران ولحظات الوداع تنتهي وكذلك درع الاتحاد الأردني لكرة القدم مقدم لهذا اللاعب الكبير لهذا النجم. إذن شكرا لكم كل مشاهدي التلفزيون الأردني من جديد التحية لكم من استاد عمان الدولي بين شوطين مباراة منتخب النشامة والأخضر السعودي كما تابعنا الشوط الأول انتهى بهدف أردني مبكر بإمضاء الكابتن واللاعب والنجم حسن عبد الفتاح. بعد قليل سيبدأ الشوط الثاني من هذه المباراة بين الشوطين وبحضور وبرعاية صاحب السمو الملك الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس اتحاد دول غرب آسيا ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. تم تكريم الكابتن بدران الشقران الذي أعطى الكثير لكرة القدم الأردنية. كابتن بدران وأنت اليوم تودع هذا الجمهور الكبير أنت على الهواء مباشرة ماذا نقول اليوم في يوم اعتزالك؟ والله يعني أول شيء الحمد لله انهيت المشوار على خير. بشكر سيدي علي على رعاية هذه المباراة وحضوره وتشريفه إلي يعني وبشكر الجمهور والشركات الداعمة لبدران الشقران وحضورهم والحمد لله يعني أنا سعيد جدا بهذا المهرجان يعني لا يعني المنتخب السعودي يعني فخر إلي أنه كانت مهرجاني مع المنتخب السعودي يعني. وكانت لحظة مؤثرة عندما سعدت إلى المنصة وتقبلت التحية والتخدير أيضا من قبل سمو الأمير علي بن الحسين يعني مثل ما عودنا سيدي علي على دعمه للرياضيين ووقوفه دائما وأبدا مع الرياضيين إن كان معنوي ولا نفسي يعني أنا بشكره سيدي علي يعني كثير الشكر على وقوفه معي ورعايته مباراتي. شكرا لك كابتن بدران لكن الى اين فيما بعد؟ والله ان شاء الله الى يعني الى التدريب ان شاء الله ان شاء الله. انت ايضا نجم من نجوم منتخبنا الاولمبي مدربا للمنتخب الوطني، ما زلنا معكم اذا على الهواء مباشره بين شوطي مباراه منتخب النشامه والاخضر السعودي.